بسم الله الرحمن الرحيم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية فخامة الرئيس جو بايدن أصحاب الجلالة والفخامة والسمو يسرني في البداية أن أتوجه بخالص الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد على استضافة هذه القمة الهامة وعلى حسن الاستقبال والتنظيم لإنجاحها السادة الكرام ينعقد هذا الاجتماع الهام في ظل ما يواجهه العالم من تحديات تضع على المحك قدرات المجتمع الدولي في تعزيز التعاون بين الدول لايجاد حلول عادله وواقعيه للقضايا العالميه باحترام ما استقر في وجدان البشريه من قيم واعراف ويدرك الجميع انه لا امن ولا استقرار ولا تنميه في ظل النزاعات وان احتكام اطراف النزاعات لاحكام القانون الدولي وميثاق الامم المتحده يوفر على شعوبها وعلى الانسانيه جمعاء الكثير من الضحايا والماسي. ولكن كما هو معروف فان القانون الدولي هو قانون عرفي لا يلزم الا من تدفعه مبادئه او محدوديه قدراته للالتزام به. ومنذ نهايه الحرب البارده تتحاور الدول حول ضروره وجود تحالفات لقوى دوليه ملتزمه بالقانون الدولي وميثاق الامم المتحده وقادره على فرض هيبتهما على نحو غير انتقائي بحيث لا تخضع لا تخضع لمصالح دول بعينها او توجهاتها الايدولوجيه او ولم يفلح المجتمع الدولي في ذلك حتى الان. ندرك جميعا أن الأزمات والحروب في أي منطقة تؤثر على العالم بأسره وللحرب في أوكرانيا ضحايا مباشرون وغير مباشرين فقد ساهمت هذه الحرب في, مفاقم في مفاقمة, في أزمة اقتصادية قد تؤدي إلى كوارث إنسانية ولا سيما حالة الدول النامية المستوردة للغذاء والنفط وفي هذا السياق فإن دولة قطر وفيما عدا تضامنها مع الضحايا ودعمها الجهود السياسية لإنهاء هذه الحرب لن تذخر جهدا في العمل مع شركائها في المنطقة والعالم لضمان التدفق المستمر لإمدادات الطاقة السادة الكرام إننا نؤكد على أهمية العلاقات الخليجية والعربية عموما مع الولايات المتحدة وعلى ضرورة الحفاظ عليها وتعميقها ولا يخفى على أحد الدولة المحوري للولايات المتحدة الامريكية في الشرق الأوسط والعالم ان تحقيق الاستقرار في منطقة الخليج ضروري ليس لها فحسب بل للمجتمع الدولي بأسره ونؤكد هنا على موقفنا الثابت بتجنيب منطقة الخليج والشرق الأوسط عموما مخاطر التسلح النووي مع الاقرار بحق دول المنطقه في استخدام الطاقه النوويه للاغراض السلميه وفقا للقواعد الدوليه كما نؤكد على ضروره حل الخلافات في منطقتنا بالحوار القائم على احترام سياده الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخليه وتعزيز المصالح المشتركه والمشاركه في تحمل المسؤوليات إن المخاطر التي تحدق بمنطقة الشرق الأوسط في ظل الوضع الدولي المتوتر تتطلب إيجاد حلاً عادل ودائم للقضية الفلسطينية التي تشغل مكانة مركزية لدى شعوبنا شعوب عالمين العربي والإسلامي وقوى السلام في العالم أجمع لأنها قضية عادلة وذات حمولة رمزية كثيفة في الوقت ذاته. وسيظل اهم مصادر التوتر وعدم الاستقرار قائما ما لم تتوقف اسرائيل عن ممارساتها وانتهاكاتها للقانون الدولي المتمثله في بناء المستوطنات وتغيير طابع مدينه القدس واستمرار فرض الحصار على غزه ولم يعد ممكنا تفهم استمرار الاحتلال بسبب السياسات الانتقائيه في تطبيق قرارات الشرعيه الدوليه وتفضيل سياسه القوه وفرض الامر الواقع على مبادئ العداله والانصاف. لقد اجمعت الدول العربيه على الرغم من خلافاتها على مبادره سلام عربي تعرب عن الاستعداد لتطبيع العلاقات معها جميعا اذا وافقت اسرائيل على تسويه بناء تسويه بناء على قرارات الشرعيه الدوليه التي تقضي بالانسحاب الى حدود عام 1967 ضمن اتفاقية سلام ولا يصح أن نتخلى عن مبادراتنا لمجرد أن إسرائيل ترفضها ولا يجوز أن يكون دور العرب اقتراح التسويات ودور إسرائيل رفضها والزيادة في التعنت كلما قدم العرب تنازلات وكما أن لإسرائيل رأيا عام فإن لدينا أيضا في العالم العربي رأينا العام إننا نتطلع إلى دور فاعل للولايات المتحدة في الدعوة إلى مفاوضات جادة لتسوية القضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية وعلى أساس مبدأ حل الدولتين الذي توافق عليها المجتمع الدولي بحيث لا يكون المقصود تفاوضا من أجل التفاوض ولا لإيهام أنفسنا أنه ثمة عملية سلام جارية السادة الكرام إننا نثمن الهدنة بين الأطراف اليمنية ومبادرة المملكة العربية السعودية إلى طرحها ونتطلع إلى استمرارها حتى التوصل إلى حل لهذه الأزمة وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرارات مجلس الأمن. وعموما يجب ان نتفق على قواعد نحترمها جميعا بحيث توجه عملنا لحل الازمات في اليمن وليبيا وغيرها من الدول ومنها حصر ادوات العنف بين يدي الدوله والتمييز بين النظام التوافقي والمحاصصه فقد تتجاوز المحاصصه الشراكه في التمثيل السياسي الى تقاسم الدوله ومؤسساتها كانها غنيمه وبحيث لا تعود قادره على القيام بمهامها. هذه المبادئ تصلح ايضا دليلا موجها في العراق ولبنان التي تعيش ازمات من نوع اخر. وبالنسبه لسوريا لا يجوز قبول الامر الواقع الذي يعني استمرار الظلم الفظيع الذي يتعرض له الشعب السوري وعلينا جميعا العمل من اجل التوصل الى حل سياسي وفقا لمقررات جنيف واحد. بما يحقق تطلعات الشعب السوري. وفيما يتجاوز مسؤولياتنا الاقليميه لا ننسى مسؤوليه المشاركه في مواجهه التحديات التي تواجه الانسانيه جمعاء ومنها قضيه التغير المناخي. ونتطلع ان يحقق مؤتمر الامم المتحده كوب 27 القادم في جمهوريه مصر العربيه توقعات المجتمع الدولي في هذا الشان. ادعو الله تعالى ان يكلل اعمال هذه القمه بالنجاح. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته